في الكويت صدر أمر أمري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي للعهد. والشيخ صباح هو دبلوماسي وسياسي كويتي شغل مناصب وزارية مختلفة منذ عام 2006 حتى تعيينه رئيسا لوزراء الكويت في 2019 وإعادة تكليفه برئاسة الوزراء عامي 2020 و2021. للمزيد معنا من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد مرحبا بك معنا. نتساءل كيف وقع القرار على اختيار الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد برأيك؟ تحياتي لك ولمشاهديك الأعزاء. أنا أعتقد أن يعني في فرحة كبيرة الليلة في الكويت لاختيار صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد. هذا الرجل حقيقة الدمت الأخلاق العالي التهذيب، وهو أيضا حقيقة يعني من المؤهلين أكاديميا، خريج جامعة الكويت عام 1977 قسم العلوم السياسية، وأيضا التحق بوزارة الخارجية وأصبح أيضا عضوا في الوفد الكويتي في الأمم المتحدة فيما بعد. أيضا الحقيقة كان سفيرا للكويت في المملكة العربية السعودية وتولى عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الأوقاف، ووزارة الخارجية التي حقيقة تولى فيها لفترة طويلة هذا المنصب، بالإضافة إلى أنه كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم من 2019 رئيسا للوزراء عدة مرات. وبالتالي الحقيقة الرجل خبير بالشؤون المحلية والدولية ورجل تنموي، يعني أكثر من مرة يقدم برنامج حكومته الحقيقة ويعرض على التلفزيون. أيضا الحقيقة أيام كورونا كان له دور كبير في يعني توفير كل الإمكانيات للتغلب على ذلك الوباء. وبالتالي الحقيقة هو أيضا يعني أخلاقيا واجتماعيا من الناس الحقيقة المحبوبين جدا، وأعتقد أنه فعلا يعني الاختيار الأفضل والأنسب. وأنا أعتقد أن كل الكويتيين الآن يشكرون صاحب السمو الأمير على هذا الاختيار. دكتور عايد، مجلس الأمة كما نعرف منحل لأربع سنوات، هل يوجد هناك أي إشكال قانوني في أن يباشر ولي العهد مهامه في ظل عدم وجود مجلس الأمة؟ هو الدستورية الحقيقة المادة الرابعة تنص على أن الأمير يزكي ولي العهد ويعرض الأمر على مجلس الأمة ومجلس الأمة يبدي رأيه في ذلك. لكن الآن بعد الحل أسندت مهام مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء، إلى الأمير ومجلس الوزراء الحقيقة. وبالتالي يعني سيكون القسم أمام مجلس الوزراء الحقيقة أو أمام الأمير، وذلك يكفي في هذا الجانب. وهي ليست الحالة الأولى الحقيقة، يعني حدثت حالة سابقة عندما تم تزكية الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه وليا للعهد في غياب مجلس الأمة في عام 1978 بعد تولي الشيخ جابر الأحمد الحكم. وبالتالي يعني في حالة سابقة لما عاد مجلس الأمة لم يعترض على هذه الحالة، وسارت الأمور بطريقة سليمة، طبعا إلى أن طبعا الشيخ سعد تولى الحكم لمدة يعني مدة قصيرة نتيجة وضعه الصحي. لذلك أنا أعتقد أنه لن يواجه مشكلة. وأنا أعتقد أنه لو كان مجلس الأمة منعقد بالرغم من الخلافات التي حصلت ما بين أعضاء مجلس الأمة الحقيقة وأدت إلى أن يستقيل الشيخ صباح الخالد، إلا أن دماثة أخلاقه ويعني لطفه ويعني علاقاته الإنسانية الطيبة ونظافة يده الحقيقة رجل معروف عنه
أنه نظيف، بالتالي لن يعارض عليه أحد لا في مجلس الأمة ولا غيره. وذكرت قبل قليل دكتور عايد يعني ثراء في الحقائب التي شغلها ولي العهد المزكى، طبعا عدة حكومات كان على رأسها، كان على رأس الجهاز الدبلوماسي، الإعلام، جهاز الأمن الكويتي. ما الذي يمكن أن يضيف شخصية مثل هذا لولاية العهد برأيك؟ وطبعا كما تعلم ولي العهد يبقى في النهاية إلى جانب رئيس الدولة، إلى جانب الأمير. وفي حال شغر المنصب أو حال غياب الأمير بسفر أو كذا، هو يتولى المهام الحقيقة التي يتولاها الأمير إلى حين عودته. طبعا في حال يعني شغر المنصب بالاستقالة والوفاة وغيره، هو الحقيقة يصبح بحكم الدستور، وهو الأمير يعني ينادى عليه أمير للبلاد. طبعا هنا أيضا ينبغي أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. طبعا في الحالة الموجودة نعود لتجربة الحقيقة الشيخ جابر والشيخ سعد العبد الله في سبعينيات القرن الماضي، أنه أيضا أدى اليمين الدستورية أمام الأمير وأمام مجلس الوزراء، وانتهت القصة عند هذا الحد، ولما عاد مجلس الأمة لم يحدث أي إشكال. طبعا اليوم بالتأكيد أن سمو الأمير سيعول كثيرا على خبرة وعلى علاقات وعلى يعني جدية وحرص الشيخ صباح الخالد على العمل، رجل معروف عنه الحقيقة أنه يعني يبذل جهد كبير في العمل. لذلك أنا أعتقد أنه يعني سيكون هناك ثنائي يعني الحزم والتنمية مع بعض يسيران جنبا إلى جنب، بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح، وهو أيضا رجل خبير في الشؤون المحلية وخاصة الوزارات وإلى آخره، اللي سألك إن شاء الله المستقبل إن شاء الله في عهد الشيخ مشعل وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد سيكون أفضل بالنسبة للكويت. الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك.